يعني شوفوا السيد طرق الخطورة ديال الأقراص المهلوسة وديال القرقومي قبل 25 سنة. وحنا دابا الآن كنعيشوا وكندفعوا الثمن ديال المشاكل اللي تصنعات في التسعينات. يعني تخيلوا معي كنت تخدع كلام ديال هذا المحامي بجدية من طرف المسؤولين اللي كانوا حاكمين في 95. يعني تخيلوا معايا كيفاش غيولي المغرب دابا والمسؤولين اللي كانوا في 95 حلوا مشكلات القرقومي. واش ماشي المغرب دابا غادي يكون أقل إجراما وأقل عنفا وأقل ترميلا؟ وهنا فين كاين الفرق ما بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة. الدول المتقدمة كتفكر العقود القدام، والدول المتخلفة كتفكر حدا رجليها. المشاكل حنا اللي عايشينهم دابا في 2019 ديال الإجرام والترميل والكريساج والآخرين، راه البذور ديال هاد المشاكل تزرعوا في التسعينات. يعني إلا بغينا ندرسوا هاد الظواهر المتفاقمة اللي كنعيشوا دابا، خصنا نرجعوا ندرسوا جيل التسعينات، نشوفوا علاش جيل التسعينات انتج لينا هاد الناس هادو، علاش انتج لينا المشرملين، علاش انتج لينا المنحرفين، علاش انتج لينا الشمكارة، علاش انتج لينا الناس اللي ما عندهم ولا بيرسبكتيف في الحياة. الا بغينا نحاربوا الشرميل في 2040 خصنا نبداو نحلوا المشكل من دابا، نحلوا مشكلات القرقوبي، نحلوا مشكلات الاقتصاد، نحلوا مشكلات التعليم، نحلوا مشكلات التربية، نحلوا مشكلات السجون، نحلوا مشكلات القانون. مشاكل كلها على بعضها خصها تتحل من دابا. الا بغينا في 2020 ولا 2030 ولا 2040 ولا 2050 ما يكونش عندنا هاد المشاكل اللي حنا دابا عايشينهم. فحنا دابا في 2019 كندفعوا الثمن ديال التقصير اللي وقع في جيل التسعينات. كما قلت في الاول هاد المسؤولين كنت سمعوا كلام هاد المحامي، كون راه دابا غادي نكونوا في وضع احسن. يعني المحامي تكلم قبل 25 سنة على خطورة القرقوبي. 25 سنة راه مدة كبيرة، راه ربع قرن. هذاك المعجزة الاقتصادية الألمانية راه تبنات في 25 سنة، اليابان تبنات في 25 سنة، الصين راه نهضرات في 25 سنة. يعني ربع قرن راه دير فيه العجب. يعني تخيلوا كنت تحلوا المشاكل ديال القرقوبي في التسعينات. فلهذا الدولة خص تكون عندها واحد النظرة مستقبلية، خصها تفكر لقدام، تحل المشاكل لقدام، ماشي تفكر غير دابا. علاش؟ لأن حنا عندنا واحد العطف في السيستيم، عندنا عطف في النظام. علاش؟ لأن هاد الأحزاب هذا ماشي هدفه هو التكتل والتوحد باش تحل المشاكل، هدفه هو التصارع على الحكم والسلطة. سالينا حتى شي واحد بمصلحته انه يحل المشكل ديال المغاربة او الجيل اللي جاي في 2040 او في 2030 على الاقل. هو مشكلته انه ياخذ دابا المعاش ويعيش مزيان ويربح الملايين ويشري فيلا ويشري قصر ويشري عمارة وما نعرف شنو يدير، ويصيفط ولادو لكندا ويعطيهم جنسية ما نعرف الامريكانية ولا اخره. المهم مصلحته هو، لانه هو في 2040 محل واش يكون عايش كاع اصلا. وهذا هو المشكل. لهذا احنا في حاجه الى حكومه ديال التكنوقراط. احنا خصنا تكنوقراط. هاد الاحزاب فاشله ما عندها ما دير، لان هذا النظام الديمقراطي ابتعد على المغزى ديالو. المغزى ديال النظام الديمقراطي هو ان الشعب يختار الاصلح، يختار الاصلح صح لحل المشاكل ديالو. فلهذا الاخوان الحل هو التكنوقراط. جيب لي خبير اخويا اللي يحل لي مشكل التعليم، ما تقوليش يكون من حزب الاحرار ولا من حزب الاشرار ولا من حزب العداله والتنميه ولا من حزب الكرعين، ما تقوليش. المهم يكون صالح لحل المشكل ديال التعليم، كذلك الصحة، كذلك الاقتصاد، كذلك النقل وكل المشاكل ديال البلاد. وهاد المسؤولين هادو خص يكون عندهم الفكر المستقبلي، يخطوا 2040 2050 2060. وحنا في بلادنا كنفتخروا احنا عندنا من اكبر علماء ديال المستقبليات في التاريخ، هو المهدي المنجرة الله يرحمه. المهدي المنجرة كيتعتبر من كبار المحللين الاستراتيجيين والخبراء الاقتصاديين المستقبليين في العالم، في العالم. فعلاش المسؤولين ديالنا ما يستافدوش منه وما يمشيوش يقراو الكتب ديالو ويفيدونا حتى حنا، يفيدوا ويقوموا بالواجب ديالهم، يحشموا على راسهم ويقوموا بالواجب ديالهم يحلوا ذوك الفلوس اللي كياخذوا من اموال الضريبه ومن اموال الشعب. فنتمنى ان احنا ناخذوا درس. دابا شفنا المحامي، هذا المحامي غير مثال. شوفوا بالصدفه في 95 تكلم على القرقوبي وعلى الاجرام وعلى يعني النتائج الوخيمه تنتج على هاد الاقراص المهلوسه. شوفوا دابا حنا فين وصلتنا هاد الاقراص المهلوسه، دابا حنا في 2019. يعني تخيلوا كون في 95 قلبوا المسؤولين اللي كانوا في ديك الساعه، قلبوا على الحلول، شدوا العقوبات او لا اهتموا بالتربيه، المغرب غادي يكون احسن دابا حاليا. اما دابا حنا حاليا الا كان شي اصلاح غادي يكون غير لاسبيرين، هاد رقيع وصافي. اما الخدمه الصح ما غاديش تبان دابا، غادي تبان في 2030
ولا 2040 ولا 2050 في الجيل اللي مورا نحنا. تحياتي لكم يا اخواني الكرام، ولنا عودة فيديو جديد. شكرا.